من فتى يعيش حياة عادية إلى شيطان تخشاه بلاد العراق بأكملها. كانت حياته لا تخلى من الرصاص الحي، لا ليس هذا فقط، بل كان يغتصب بنات العراقيين ويعذب أبناءهم من دون رحمة أو شفقة. نعم، إنه الشيطان الذي أراد صدام حسين إعدامه، إنه عدي صدام حسين. وقبل أن نبدأ، إذا كنت تريد أن تكون واحدا من الأصدقاء فلا تنسى الاشتراك بالقناة وعمل لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. هيا نبدأ. عدي صدام حسين ولد سنة 1964 في بغداد، وهو الابن الأكبر لصدام حسين. تخرج في المدرسة الإعدادية وحصل فيها على درجات مرتفعة. بدأ دراسته في الجامعة في كلية بغداد الطبية، فلم يمكث فيها إلا 3 أيام فقط، والسبب هو شعوره بالإشمئزاز من رؤية زوجة التشريح. وتذكروا هذه الجملة بالذات لأننا سنعود إليها فيما بعد. انتقل من كلية الطب إلى كلية الهندسة، وحصل على الإجازة في الهندسة من جامعة بغداد، وكان ترتيبه الأول على زملائه 173، وتابع دراسته وحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية في بغداد. عاش عدي أول 15 عاما من حياته بشكل طبيعي، وفي سنة 1979 أخذ صدام حسين الحكم وأصبح عدي ابن رئيس. وهنا ستنقلب حياته رأسا على عقب، وستعرف السبب في بقية الفيديو. بدأ كل شيء عندما تم إرغامه على قتل معارضي أبيه بالرصاص وهو في عمر 15 عاما. فمن طفل يعيش حياة بريئة إلى شيطان في صفة إنسان. ولكي تفهم ما أعنيه أكمل الفيديو. منذ ذلك الوقت أصبح الرصاص الحي لعبة الابن الأكبر. عدي صاحب البنية الجسدية والكاريزما العالية جعلته يبني لنفسه عرشا خيل إليه أعلى العروش. هوئت إليه كل أدوات السلطة ومكنته من السطوة. حفلات تنتهي مع بزوغ الفجر، ورصاص مجنون لا يتردد في إطلاقه حتى في الأماكن المغلقة. فلقد كان قاتلا مهووسا ومريضا نفسيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وسأخبرك بما كان يفعله وستحكم بنفسك. ولكن أظن أنك تسأل نفسك كيف تسربت هذه المعلومات رغم حراسته المشددة. حسنا، سأخبرك بكل شيء، ولكن لكي أجيب على هذا السؤال يجب أن نتحدث قليلا عن صدام حسين رحمه الله. ففي فترة حكم صدام كان هناك شخص يدعى الفدائي، وهو شخص يشبه الرئيس إلى درجة كبيرة. كان يستعملهم النظام للظهور في الواجهة على أنهم الرئيس نفسه، وذلك لتجنب أي اغتيال قد يحدث خارج القصر. إذا ما العلاقة بين هذا وذاك؟ انتظر، سأشرح لك كل شيء. عدي أعجبته الفكرة وبدأ في البحث عن شخص يشبهه لدرجة كبيرة. وتذكر أحد الأشخاص الذي درس معه، وكان اسم هذا الشخص هو لطيف يحيى، والذي كان في أواخر الثمانينات يعمل كضابط في الجيش العراقي. وفي أحد الأيام تلقى رسالة تطلبه للحضور إلى القصر في بغداد خلال 72 ساعة. وعندما وصل وجد عدي في انتظاره، فقال له: أريد منك أن تكون فدائي بمعنى شبيهي. يقول لطيف: شعرت وكأن أحدهم ضربني بمطرقة على رأسي. فقام لطيف بسؤال عدي إذا ما كان له حق الاختيار في القبول أو الرفض. فأجابه عدي أنه إذا رفض فسيتم إعادته إلى الجيش وليست هناك أدنى مشكلة. في الحقيقة حدث عكس ذلك، فبمجرد أن أجابه بالرفض أخذوه إلى السجن وتركوه هناك لمدة أسبوع قبل أن يرى عدي مرة أخرى. وهذه المرة هدده بقتل عائلته. اضطر لطيف للانصياع خوفا على حياته وعلى أسرته، وتخلى عن هويته إلى الأبد، وتدرب على طريقة عدي في المشي والحركة والكلام. لكنه لقى صعوبة في تقمص شخصية عدي المضطرب نفسيا والمتعاطي للمخدرات. قام عدي بإجباره على أن يصبح فدائيا له ويتخلى عن حياته وشخصيته وهويته، ويذهب بدلا منه إلى الأماكن الخطرة. لا ليس هذا فقط، فلقد أجرى الأطباء عملية جراحية لفك لطيف العلوي لكي يتطابق مع الفك المشوه لعدي. لا ليس هذا فقط، فقد غيروا أسنانه الأمامية لتشابه نطقه مع نطق عدي الذي لا يستطيع نطق حرف الراء. وكان أي تصرف خاطئ يمكن أن يكلف لطيف يحيى حياته في ذلك الوقت. حتى جاء اليوم الموعود، لا ليس لإطلاق سراحه، بل لاختباره إذا ما أصبح شبيها لعدي
أم لا؟ والحكم في هذا الاختبار هو صدام حسين. وكان لطيف يحيى يعرف أنه إذا فشل في الاختبار فسيكون مصيره الموت لا محالة، ولحسن حظه أنه نجح. في أحد المرات طلب منه أن يطلق النار على رأس رجل، إلا أن يحيى رفض ذلك وقام بأخذ سكين كان بجواره وقطع معصمه أمام عدي، مما أصاب عدي بالصدمة وأمر خدمه لكي يأخذوا يحيى إلى المستشفى. وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي يطلب فيها عدي من يحيى أن يقتل شخصا ما. ولكن ليس هذا فقط، فقد تمكن يحيى من النجاة من 11 محاولة اغتيال استهدفت عدي ابن صدام. فبعد تعرضه لعمليات تعذيب عديدة على يد عدي في معتقل الرضوانية عام 1991، فر إلى كردستان العراق، وبعدها انتقل إلى النمسا بمساعدة المخابرات الأمريكية، وعاش هناك متنكرا لغاية عام 1995. كما حاولت المخابرات الأمريكية تجنيده لمصلحتها، ولكنه رفض طلباتهم رغم مساعدتهم له بالهروب. كل هذه الأحداث وغيرها كتبها لطيف يحيى في كتابه الأخير. منع الكتاب في إيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية لما في الكتاب من معلومات خطيرة، تمس من يحكمون العراق بعد الاحتلال ودور المخابرات الأمريكية في دعم المعارضة العراقية. كانت هذه مجرد مقتطفات مما حدث مع يحيى، والآن أنت تعرف من أين أتت المعلومات عن عدي. انتظر، لم أخبرك بعد لماذا كان عدي يلقب بالشيطان، أو بالأحرى ما الذي كان يفعله. كان إن رأى فتاة وأعجبته يقوم بأمر خدمه لاختطافها من الشارع ثم يغتصبها، كما أنه في أحد المرات قام باقتحام حفل زفاف كان قد أقيم في نادي الصيد في بغداد في أواخر التسعينيات. فقام عدي بأمر خدمه بأن يخطف العروس وقام باغتصابها. أما بالنسبة للعريس فقد قام بإطلاق النار على نفسه. لا، ليس هذا فقط، كان عدي يعذب الرياضيين الذين لم يرتقوا لمستوى تطلعاته. فعندما كان عدي يشغل رئيس اللجنة الأولمبية العراقية كان يحبس ويعذب الرياضيين الذين لم يستوفوا معاييره. في أحد المرات أمر بضرب لاعبي كرة القدم على بطن أقدامهم، وبعد الفشل في الوصول إلى نهائيات كأس العالم في سنة 1994، تخيلوا ما الذي فعل، جعل اللاعبين يركلون كرة من الإسمنت. لا، ليس هذا فقط، كان يتم حلق رأس لاعبي الفريق الوطني العراقي لكرة القدم كعقاب وجلد البعض منهم. لا، ليس هذا فقط، فبعد حرب الخليج قام عدي بزيارة سجناء الشيعة في سجونهم لكي يطمئن عليهم. لا، فقد قام بذبح البعض وإدخال متقاب في رأس البعض وترك الجثة مع السجناء كنوع من التعذيب النفسي. إن كلمة مثل غريب الأطوار أو عنيف لا تعطي عدي حقه في وصف سلوكه المرعب، فقد كان عدي يفقد أعصابه بسرعة ويطور لأتفه الأسباب. فقد كان يضرب ويطلق النار على الناس ويقتلهم لمجرد نزوة. فقد قام ذات مرة بضرب وطعن حارس والده الشخصي بسكين حتى الموت، وذلك أمام مجموعة من الأشخاص. وذات مرة قام بإطلاق النار على ساق واحد من أعمامه، وحتى والده كان يظن أنه من الجنون أن يتم منحه السلطة. في أحد المرات أخطأ أحد ضباط الجيش في تحية عدي، فقام بسحب سلاحه وإطلاق النار عليه من دون تردد. فقد كان وحشا بهيئة إنسان لما كان يقوم به، فقد وصل به الحظ للقيام بقطع لسان أحد أصدقائه ليمنعه من الوشاية به، حيث علم عدي بخطط أحد أصدقائه الذي كان يعلم الكثير عن عدي والذي أراد أن يفضحه. فما كان من عدي إلا أن يقوم بدعوة صديقه إلى حفلة، وبالضبط إلى حفلة عيد ميلاده 37، حيث أمر باعتقاله وجعل خدمه يحكمون قبضتهم عليه ويمسكون لسان الرجل المسكين بكماشاء. ثم قام عدي بقطع لسانه بواسطة خنجر، كما قيل أنه كان يبحث عن طرق جديدة للتعذيب في جوجل. في أحد الأيام قام عدي بقتل مرافق والده كمال حنا، وذلك أمام سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. وهنا لم يعجب صدام الأمر فقرر إعدام ابنه عدي، لكنه تراجع بعد وساطة من ملك الأردن السابق الحسين بن طلال، وعوض إعدامه قام بنفيه إلى سويسرا. فعندما يعتقد حتى صدام حسين بأنك قمت بأشياء خارجة عن السيطرة فأنت مجنون لا محالة. إلى هنا تأتي نهاية الحلقة، وإن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك والتعليق، وشكراً.